المنظمات الراعية للحوار تتقدم بخارطة للخروج من الأزمة واستكمال المسار الانتقالية. مثول المكلف بالشؤون القانونية في اتحاد نقابات الأمن التونسي أمام قاضي التحقيق. موسكو تعلن تسلمها مواد جديدة من دمشق تثبت ضلوع مسلح المعارضة في الهجوم الكيميائي في الغوطة. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة تونسنا، ونستهل أخبارنا بالشأن الوطني، حيث تقدمت المنظمات الراعية للحوار الوطني الثلاثاء بورقة عمل تجسد إرادة الأطراف السياسية في الخروج من الأزمة لتفعيل مبادرتها بعد أن عرضتها وناقشتها مع الأحزاب السياسية. وحددت هذه الورقة أن أول جلسة للحوار الوطني ستنعقد بدعوة منها بحضور كل من الرؤساء الثلاثة ومسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي للإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد واستئناف المجلس الوطني التأسيسي لجلساته وتحديد مهامه ونهاية أشغاله، مع بدء المشاورات حول الشخصية الوطنية المستقلة التي ستعهد لها مهمة تشكيل الحكومة. من جهة، أعلن أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدامي الأربعاء في تصريح إذاعي استعداد حزبه قبول كل النتائج التي سيسفر عنها التوافق الوطني، بما في ذلك تشكيل حكومة تترأسها شخصية وطنية مستقلة. وقال الدامي إنهم أعلنوا عن ترحيبهم بمبادرة منظمات المجتمع الوطني باعتبارها دليل على فشل كل محاولات الانقلاب على المسار الديمقراطي لتوتير الوضع الأمني والسياسي في البلاد حسب قوله. أحيل الأربعاء المكلف بالشؤون القانونية في الاتحاد الوطني لنقابات قوة الأمن الصحب الجويني على قاضي التحقيق بالمكتب عدد 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة من أجل تهمة التشهير بالقضاء. وجاءت هذه الإحالة على خلفية التصريحات التي أدلى بها صحبة زملائه في الندوة الصحفية التي عقدتها اتحاد نقابات قوة الأمن في وقت سابق، والتي صرحوا خلالها بتعاطف بعض القضاة مع التيار السلفي التكفيري. لم تمر تصريحات أعضاء اتحاد نقابة قوات الأمن التونسي مرور الكرام ليقف أول المستنطقين المكلف بشؤون القانونية في الاتحاد الصحب الجويني الأربعاء أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بتهمة التشهير بالقضاء. اليوم رسالتنا للشعب التونسي، قولوا له سامحونا الممارسات قبل 14 جانفي، خدموا بينا. اليوم قولوا لكم راهو المؤسسة هذه رجعت الأمة وبوها، رجعت للشعب التونسي. اليوم نقولوا لكم عندكم أمن جمهوري. اليوم رسالتنا لكل ما يضر بالأمن التونسي وبالسلم والأمن التونسي، قولوا له لن تتع أرضكم أرض تونس ولن تسموا لها تونس. تونس حرة حرة والإرهاب على برة. هذوما ناس واقفين في اعتقادي أنا لحد الآن واقفين للبلاد، يخدموا في بلادهم، قاعدين يضحيوا كالشموع تضيء، معناها تحترق لتضيء على الغير. أقل لفتة ممكن الواحد يعملها لهم، أنا محامي متطوع لإعلام نيابتي على سي صاحبي جويني وسي منتصر الماطري وسي عماد الحاج خليفة اللي هما اليوم مدعوين لدى التحقيق، والحقيقة أنه سماعهم كشهود ممكن يتحول إلى سماع متهمين في وقت من الأوقات. ويذكر أن أعضاء اتحاد نقابة قوات الأمن التونسي أدلوا بتصريحات تتعلق بتعاطف بعض القضاة مع التيار السلفي التكفيري، وذلك خلال ندوة صحفية عقدها الاتحاد في وقت سابق. وتزامناً مع مثول جويني أمام قاضي التحقيق، نظمت نقابة الأمن وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس مرددين شعارات تطالب بأمن جمهوري وقضاء مستقل، ومعتبرين أن محاكمة زميلهم هي محاكمة سياسية. هذا أسلوب ممنهج لتركيع النقابيين وترهيبهم، فمتقزة أخذ سكر غفران ودخولهم بيت الطاعة. احنا كنقابيين أمنيين رافضين هالسياسة هذية، ومش نرفضوا تسجيل العمل النقابي كلفنا ما كلفنا، وشعارنا كنا كنقابيين لا ولا إلا للوطن ولا سيادة إلا للشعب. ويمثل غدا الخميس أمام قاضي التحقيق أمين عام اتحاد نقابة قوة الأمن التونسي منتصر الماطري، فيما يمثل عماد الحاج خليفة ناطق رسمي للنقابة يوم الجمعة القادمة.
هذا وقد استنكرت جمعية القضاة التونسيين التصريحات التي أدلى بها أعضاء اتحاد نقابات قوات الأمن في وقت سابق والمتعلقة بتعاطف بعض القضاة مع التيار السلفي التكفيري. هذا ونفت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو هذه التصريحات معتبرة أن ما قيل مغالطات لا أساس لها من الصحة على حد قولها. تزامنا مع مثول المكلف بشؤون القانونية في الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن صحب الجويني أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة من أجل تهمة التشهير بالقذف، عقدت جمعية القضاة التونسيين ندوة صحفية استنكرت خلالها رئيسة الجمعية كلثوم كنو هذه التصريحات. فيما يتعلق بتصريحات معناها ممثلي اتحاد تونسي لنقابات الأمن الوطني في الندوة الصحفية اللي عقدوها مؤخرا واللي ذكروا فيها معناها ما نسبوا لبعض القضاة تورطهم مع إرهابيين، هذا أول حاجة نقولها ما هيش من مهام النقابات أنها تخوض في هذه المسائل، ليس بتعلة أننا ندافع عن تونس أن معناها نخرج عن إطار والمهمة اللي احنا يعني سواء النقابة أو غيرها. هذا واعتبرت كلثوم كنو تجمع عدد من المواطنين وأعضاء الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن أمام مكتب قاضي التحقيق المكلف باستنطاق الجويني اللي ريناه اليوم في المحكمة الابتدائية بتونس أمام مكتب زميلنا قاضي التحقيق، يعني تجمهر عدد كبير من المواطنين أمام المكتب ورفع الشعارات، هذا شيء نرفضه ومعناه نندد به، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل أن يضغط على قاضي من خارج مكتبه. ضرب لاستقلال القضاء. من جهة أخرى استنكرت جمعية القضاة التونسيين تعاطي بعض وسائل الإعلام مع بعض القضاة مشيرة إلى أن هناك موجة من الانتقادات الموجهة للقضاة والتي وصلت حد الثلب والتشهير على حد قولها. اللي لاحظناه وأن هنالك معناها عدد من الإعلاميين اللي فيه شوية تحامل على القضاء، يعني التعميم، احنا لسنا ضد أنه نبرز مواطن الخلل في القضاء وإنما ضد التعميم ونسبة معناها أنه القضاء كل معناها فاسد أو القضاة يخرقوا في القانون، مش صحيح. وفيما يتعلق بالحركة القضائية الأخيرة والتي أشرفت عليها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، قال أعضاء جمعية القضاة أن الحركة وإن تضمنت جوانب إيجابية إلا أنها لم تتخلص من علل الماضي ومن بعض الإخلالات الحاصلة والمتعلقة بالترقيات. الحركة القضائية قلنا ما لم تخلو من بعض الحالات اللافتة للارتقاء السريع، معناتها نقولوا احنا كدوبلاج قبل، هذه معناتها توجدت بعض هذه الحالات حتى وان كانت قليله. اليوم الهيئه اذا كان وضعت معايير نتاع رتبه الاولى رتبه ثانيه 11 سنه، رتبه ثانيه ثالثه 7 سنوات اقدميه، ما نعرفوش علاش بقات يعني حالات نتاع ارتقاء سريع من نوع مثلا ما حصلنا في مركز الدراسات. وفي ذات الإطار نفذ عدد من محامي القاسرين صباح الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالجهة للمطالبة بمراجعة حركة القضاة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القضاة بالجهة. وفي سياق متصل، أعلن كل من نقابة القضاة التونسيين والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي في بيان مشترك أصدروه الأربعاء على توحيد جهودهما للعمل على حماية وإعلاء مصلحة الوطن العليا ومجابهة الإرهاب في كافة مظاهره وأشكاله. وشدد البيان على أن النقابتين ستعملان على التصدي لظاهرة الإرهاب وكشف المنخرطين فيها أيا كانت انتماءاتهم أو مواقعهم، فضلا عن السعي لكشف كل محاولات احتواء السلطة القضائية والمؤسسة الأمنية والسعي لتسييسهما. كما أكد بيان النقابتين مواصلة العمل المشترك لإرسال الآليات الكفيلة بتحقيق الأهداف المذكورة لإرساء سلطة قضائية مستقلة وأمن جمهورية.
بيّنت آخر التحقيقات الأمنية الجزائرية بوجود مجموعات إرهابية في صحراء البلاد تعمل ضمن حركة مرابطون الإرهابية، وينشط فيها حوالي 300 مسلح تونسي في معسكرات تدريبية بجنوب ليبيا، ومعظم عناصرها قادمة من مالي والأخرى من ليبيا، حسب ما ذكرته إذاعة موزايك أف أم نقلا على مصدر أمني جزائري. وحسب نفس المصدر فإن الأمن الجزائري ألقى القبض على معظم هذه المجموعات الإرهابية، وأن الحكومة الجزائرية تسعى جاهدا للقضاء عليها نهائيا والحد من انتشارها في البلاد. أعلن المدير العام للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية محمد الزريبي خلال اللقاء الإعلامي الدوري بقصر الحكومة بالقصبة أن 40,000 طالب و 333,000 تلميذ من العائلات المعوزة سيتمتعون بمنح شهرية من الوزارة لمساعدتهم على تلبية حاجياتهم الدراسية. مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية أعدت برنامج لتمكين أبناء العائلات المعوزة أو العائلات محدودة الدخل من مساعدات بمناسبة هذه العودة. المساعدات هذه تهم 333 ألف تلميذ، وكذلك تهم 40 ألف طالب. المساعدات هذه معناها هي تهم العائلات اللي عندهم تلاميذ فقط، على كل تلميذ 30 دينار بسقف 3 أبناء، والعائلات اللي فيها تلاميذ وطلبة ناخذوا 3 تلاميذ وطالب، يعني تقريبا في حدود 190 دينار للعائلة، والعائلات اللي فيها كان طلبة ناخذوا 2 طلبة بمعدل تقريبا 200 دينار للعائلة. المساعدات هذه أشرعنا فيها بداية تقريبا من جويلية، لأنه تتطلب وثائق، تتطلب إثباتات، فيه لجان على مستوى الجهات. وصلنا تقريبا أحلنا الحوالات الإلكترونية اللي فيها المبالغ هذه للعائلات إلى 175 ألف عائلة إلى حد 19 سبتمبر. أعلن مدير ملف الحج بوزارة الصحة محمد الشاوش خلال اللقاء الإعلامي الدوري بقصر الحكومة بالقصبة أن الوزارة وضعت بعثة صحية ستمتد على كامل فترة الحج لمرافقة حجيجنا، موضحا أن هذه البعثة تتكون من 82 عضوا، منهم 32 طبيب و50 إطارا شبه طبي للاعتناء بصحة الحجيج. قامت وزارة الصحة عن طريق المصالح الجهوية متاعها بتوعية وتثقيف الحجيج حول الأهمية الوقائية للحفاظ على صحة الحجيج أثناء أداء المناسك، واعتمدوا في التثقيف الصحي بتاعهم هذا قرص مضغوط وعد من وزارة الصحة عن طريق الخبراء اللي شاركوا قبل في التغطية الصحية. تبعث وزارة الصحة بعثة صحية لمرافقة الحجيج. البعثة الصحية هذه يبلغ عدد المشاركين فيها وأعضائها 82 عضو، منهم 32 طبيب و50 إطار شبه طبي. 32 طبيب هذوما فيهم 20 طبيب صحة عامة طب عام و12 طبيب مختص. أهم الاختصاصات اللي موجودة في البعثة الصحية هذه السنة هو خاصة طب الإنعاش للطبي، موجودين 2 أطباء في الإنعاش، طبيب جراح، طبيب في الأمراض القلبية، طبيب مختص في الأمراض الأنف والحلق والحنجرة نظرا لكون الأمراض هذه متواجدة بصفة كبيرة ياسر لدى الحجيج التونسة، طبيب في الأمراض الباطنية، طبيب مختص في الأمراض المعدية الجرثومية، طبيب في الوبائيات الإبيديميولوجيا، وثلاثة أطباء في اختصاص طب الاستعجالي، إلى جانب 2 أطباء مختصين في الطب الصحة العمومية.
شهدت معتمدية تقصيبة المديوني من ولاية المنستير إضرابا عاما احتجاجا على الوضع البيئي الكارثي الذي تشهده المدينة بحسب شهادة الأهالي، مطالبين بإيجاد حل لهذا الإشكال. وأغلقت بسبب الإضراب جميع المؤسسات التربوية والإدارية والمحلات، كما نفذ الأهالي مسيرة جابت الشوارع الرئيسية للمدينة. ودعا بدوره رئيس النيابة الخصوصية ببلدية القصيبة إلى ضرورة اتخاذ حلول جذرية، خاصة وأن الحلول تم تقديمها منذ فترة طويلة، غير أن الوضع لم يتغير حسب تعبيره. في الملف السوري، أعلن رئيس فريق مفتشي الأمم المتحدة الأربعاء أن المحققين بالأسلحة الكيميائية سيعودون إلى سوريا قريبا للتحقق من مختلف الاتهامات ضد المعارضة والنظام. في الأثناء، قال نائب وزير الخارجية الروسي إن دمشق سلمت موسكو مواد جديدة تشير إلى ضلوع مسلح المعارضة في الهجوم الكيميائي في غوطة دمشق في أوت الماضي. في مصر، حث وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل الثلاثاء السلطات الانتقالية المصرية على دفع خريطة الطريق السياسية قدما، وذلك في اتصال هاتفي مع القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي. وقال المتحدث باسم البنتاغون في بيان إن هيجل والسيسي بحثا أيضا عن الجهود التي تبذلها مصر من أجل ضمان الأمن وإعادة بناء المؤسسات القبطية التي طالتها أعبال العنف، وكذلك فرض الأمن في صحراء سيناء. في سياق متصل، أعلن مدير عام هيئة المعابر والحدود في وزارة داخلية حماس في بيان له أن الجانب المصري أعاد رسميا فتح معبر رفح البري الأربعاء للحالات الإنسانية بعد إغلاقه لمدة أسبوع، موضحا أن مدة سريان فتح المعبر حددت بأربع ساعات. وأشار أبو صبحة إلى أن العمل سيجري وفق الكشوف المسجلة لدى إدارة المعابر مع التدقيق لتمكين الحالات الأكثر حاجة للسفر من ذوي الحالات الإنسانية مثل المرضى الحاصلين على إذن من وزارة الصحة الفلسطينية. في العراق، وفي سلسلة جديدة من التفجيرات، انفجرت 9 سيارات مفخخة منذ مساء الثلاثاء وإلى حدود صباح الأربعاء في أحياء مختلفة من العاصمة، كما وقعت هجمات مسلحة في الفلوجة غرب بغداد وفي الموصل في شمال البلاد، مما أسفرت عن مقتل أكثر من 36 قتيلا ومئات الجرحى حسب وزارة الداخلية العراقية، في حين لم تتبنى أي جهة هذه التفجيرات التي استهدفت معظمها مناطق ذات غالبية شيعية، لكن هذه الهجمات كثيرا ما تنسب إلى مجموعات سنية مرتبطة بتنظيم القاعدة. في واشنطن، وبعد حادثة إطلاق نار بشكل عشوائي، طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونغرس البحث مجددا بمشروع إصلاح القوانين المتعلقة بالأسلحة النارية، وشدد أوباما على أهمية تأمين تصويت لهذا القانون الذي يعارضه معظم أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس وكذلك لوبي الأسلحة. يشار إلى أن حادثة البحرية الأمريكية فتحت ملفا شائكا وهو قوانين حظر بيع الأسلحة بعد أن توقف أعضاء الكونغرس الأمريكي عن نقاشه منذ أفريل الماضي. وننهي نشرتنا بهذا الخبر، حيث رشح أعضاء من البرلمان الأوروبي المستشار السابق لدى الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن، الذي منحته روسيا اللجوء لنيل جائزة سخاروف لحرية الفكر والتي منحت سابقا لشخصية بارزة مثل نيلسون مانديلا، وفي خطوة من شأنها أن تغضب الإدارة الأمريكية التي تريد محاكمة سنودن عن اتهامات بالتجسس. قال المنتمون لحزب الخضر في البرلمان الأوروبي إنه قدم خدمة كبيرة لحقوق الإنسان والمواطنين الأوروبيين بكشفه عن برامج المراقبة الأمريكية للإنترنت والاتصالات الهاتفية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. المنظمات الراعية للحوار تتقدم بخريطة للخروج من الأزمة واستكمال المسار الانتقالي. مثول المكلف بالشؤون القانونية في اتحاد نقابات الأمن التونسي أمام قاضي التحقيق. موسكو تعلن تسلمها مواد جديدة من دمشق تثبت ضلوع مسلح المعارضة في الهجوم الكيميائي في الغوطة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.